سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير، طيبتم وطابت أوقاتكم. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء، ويسعد معكم عبر الهواء مباشرة لتقديم هذه النشرة كل من خالد علي جبريل وعبد القادر عبدي، وكالمعتاد نستهل نشرة بأبرز وأهم العناوين. وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف يزور بمواقع الاجتماع الدعوي الكبير. ودوليا المملكة العربية السعودية تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. تلكم كانت مقدمة النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل يبدأها لنا زميل عبد القادر عبدي. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعبر الجمهورية جيبوتي عن تنديدها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصلتها في مدينة مشهد في إيران، وتؤكد أن هذا الاعتداء يعد خرقا قادحا وانتهاكا صارخا لمواثيق الدبلوماسية واعتراف الدولية. كما تحمل السلطات الإيرانية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لحماية وصول بعثات الدبلوماسية وضمان سلامة أعضائها وإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المعتدين. وتدعو الحكومة الجمهورية جيبوتي السلطات الإيرانية إلى الالتزام بالقواعد والاعتراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإنها تعرب عن تقديرها البالغ للدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة لإرسال الدعائم الأمن وتثبيت الأسس السلمي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤكد جمهورية جيبوتي في وقت ذاته تضامن جيبوتي التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها. أعلنت المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وجاء القرار السعودي على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها سفارته في طهران وقنصلية السعودية في مشهد أمس الأول السبت. واعتبر الوزير السعودي أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد لشرح ملابسات الاعتداء على سفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية وحول البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران. قال جبير إن أعضاء البعثة وصلوا إلى دبي بعد إجلائهم من إيران، مضيفا لن نسمح لإيران بتهديد أمتنا ودعم من يهددون استقرار المنطقة. قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد آدن حسن آدن صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى الموقع الذي سيتم فيه تنظيم الاجتماع الدعوي الكبير لجماعة التبليغ الواقع في كيلو 23. هذا وتوجه الوزير إلى المنطقة المذكورة وبرفقته شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف. ولدى وصول الوزير إلى موقع الاجتماع قام بجولة تفقدية ووقف على حسن سير أعمال بناء المكان الذي سيتم فيه الاجتماع الديني والدعوي الذي يقام في جمهورية جيبوتي في كل عام. هذا وستشارك جموع غفيرة وجماعات دعوية من جميع أنحاء العالم والدول المجاورة مثل الصومال وإثيوبيا وكينيا وأوغندا إضافة إلى جيبوتي المستضيفة. أو يعني حر أسجاء أحجار أسود ليس فيه شيء، والله سبحانه وتعالى بعدما مطر لنا الحكومة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شجعنا أن ننزل في هذا الميدان ورقبنا كذلك فيه ومن جمعنا فيه. بعد ذلك نزلنا في هذا الميدان الحمد لله، صفينا وجميع يعني شعب جميعا حضروا معنا وعاونونا فيها، ميليتير شعب كذلك شركات كلهم يعني قاموا معنا ونظفنا هذا المكان تقريبا خلال 3 شهرين ونصف. ثم بعد ذلك بدأنا بناء ميدان، أولا جدار حوتنا في الميدان
ألف اثنين وسبعين متر لين طويل. ثم الآن نبدأ غدا إن شاء الله متر الثاني من القبلة من الشمال حتى إن شاء الله نكمل، وهذه التكملة تمشي. وبناء بدأنا فيه غرف للمشايخ ومراحد للضيوف وخلاء عام للشعب الذي يحضر فيه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى يتقبل وجميع الأمة. وفي كلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد آدم حسن آدم أشار إلى أنهم وصلوا إلى الموقع لتفقده، حيث يقام الاجتماع الكبير لأول مرة في هذا المكان الواسع. ويعلن الوزير لكافة الجيبوتيين أنه سينظم الاجتماع الدعوي هذا العام في هذه الساحة الواقعة في كيلو 23. وتأتي هذه اللفتة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. نظمت النقابة الصحفيين بشراكة مع منظمة يونسكو اليوم دورة تدريبية حول الصحافة الاستقصائية، وتستمر فعالية هذه الدورة لمدة يومين. ويستفيد من هذه الدورة الصحفيين الجدد الذين انضموا في حقل إعلام مؤخرا. وشارك في هذه الدورة رئيسة النقابة الصحفيين الجيبوتيين السيدة عائشة أحمد يوسف وعبد الله حدي، والنائب المدير في شؤون الأخبار السيدة عمر علي إيجي، ومدير النشرات الإخبارية في قسم الراديو، وممثلين من جريدة القرن. ونشهد هذه الدورة المدرب فرانك. وفي كلمة افتتاحية لمناسق الأمم المتحدة عبر عن ارتياحي للتربية والعلم والثقافة لمشاركة هذه الدورة. وفي قدوم هذه الدورة يتدرب الصحفيون على صحافة الاستقصائية. وفي مداخلة لها أشارت رئيسة النقابة الصحفيين الجيبوتيين السيدة عائشة أحمد يوسف في هذه المناسبة إلى أهمية هذه الدورة التي تستمر لمدة يومين لصالح الصحفيين الجدد في حقل الصحافة، وعبرت بارتياحها لمشاركة هذه الدورة التدريبية والتي تهدف إلى شرح مفهوم الصحافة الاستقصائية، وأشارت أنها تعد من أهم الموضوعات التي تندرج في حقل إعلام. توجه وفد رفيع المستوى ومسؤولون من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى منطقة علي صبيح لتفقد ومراقبة أوضاع المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. وقام الوفد بتجول المؤسسات التعليمية في النواحي التابعة لإقليم علي صبيح، حيث أنهوا الجولة بمدينة علي صبيح. وتندرج هذه الجولة في إطار البرامج المتعلقة بأعمال المراقبة والترسيم التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للمعلمين والتربويين في المناطق الداخلية. وكانت هذه زيارة من ضمن جدول الأعمال التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتفقد المؤسسات التعليمية في كافة تراب الوطن. هذا وتضمنت هذه الزيارة لتحديد مستوى المعلمين والمسؤولين في الوزارة وترقية أوضاعهم. وعقد مسؤولو الوزارة لقاء لكافة مسؤولي المؤسسات التعليمية لإقليم علي صبيح لإطلاعهم بأجدة زيارة في المؤسسات التعليمية. قام شباب الحي كيلو 12 بكادوس صباح اليوم أنشطة توعوية متعلقة بالسلام لسكان القاطنين في هذا الحي. وانعقدت هذه المناسبة في داخل حي كيلو 12 المذكورة، وكان هؤلاء الشباب يتجولون داخل الأحياء ويدخلون المنازل واحدا تلو الأخرى لشرح أهمية السلام في بلدنا لسكان هذا الحي. هذا وشارك في هذه المناسبة شباب بكادوس كما تهدف لتوعية شريحة الشباب لأهمية السلام وأنه مستقبل البلد والأمة وركيزة الأساسية في المجتمع. من ماذا وشيء عالية؟ من ماذا نكى قرنا يا أم بقرنا يا هذا أن هاي بيكادوس أنكو وضن أي محاكو رضاي وان كدو أن هاي سنتي هذا كله تدو حن هاي سأقول كعما سيستا يركع جانس كقول ما له رشبات وتصفي عن أنكو نحن هوايا بيكادوس هذا أن هاي بقولكوا بقول أنكو رعسنا هاي جانس كي من ماذا بيكادوس النبض هرت أدب في عن تهاي وحن هرمك وجرني والنبض وحن جعل هاي النبض ده النبض ده دينا قصي وارنا النبض ده اللي هاي هرمر هن قصي وده مرة من أين سيد دلك جارك هنا النقرنا وحن أباه هاي إنا هرمر قصي وارنا إن بدن إن شاء الله وين اللي هو نهسنتي صار نصب وقتنا هذه أدب نهسنتين وين مهل علنا يعني بيكادوس والله إنا وده كرتيد كلا أدب نقف في عنه.
وحوي نبض وحكا قالسا الدنيا ما جرت هدا وحنتو يا هدا وحوني ويدو يا هدا هدا الغر هاجر قبطو نبض اومبا وح ولبا ينوهاش وحوي نبضنا واتا لغور جيت كايبك وحنكوس فداي ونبض الهي دينكي نبض انتم ويدو اسكا يقانا لكي نبض انتم ويدو اسكا يقانا نبدينا إلى الشنة، ونقعبها إسكوا قبسنة، ونسكو دومنا، ونجيرنا قرنا، ولال قدرنا قرنا. من بدأ نضان هاي كارتي هضان هاي بكادوس صان كات كس وريو كسي سافسن، وان آد بآد بان نسكو حاسنة، يعني آد بان أول ما نقول ما هذنا قنا. من بدأ نضانينا، نبدأ نضانينا، نبدأ عد، نبدأ نوع أنا عنده هاي. ما تا أركي دليرت بكادوس أو جمعة سايستا، والله ما تا حاجة أنا كبر ولاي. نبدا يمد نبدا نبدا يحصلون دا يا ولا إلى شنو هربكم حكوا جرا نبدا يحصلون دا أنا وحكلي دليرتا كالباسات إسكده يا جماعة إسقاب صدا نبدا كشغية. ومن ضمن نشرتنا توجه وفد رفيع المستوى بقيادة والي إقليم تجرة سيد عبد الملك محمد بنويتا صباح اليوم إلى ناحية عادلو. ويتكون هذا الوفد عدد من المسؤولين من بين مساعد مدير الزراعة السيدة عبد الله برهانة. وتهدف هذه الزيارة إلى تقدم المحرص لمختلف المشروعات الجارية في هذه الناحية، ومن بين هذه المشروعات تثبيت اللوحة الشمسية وبناء الملاعب الرياضية إضافة إلى مشروع محاربة ضد عطش. هذا واستقبل الوفد الذي يقوده والي إقليم تجرة من قبل مساعد والي في ناحية عادلو السيد محمد أبو بكر وسلطات المحلية وعقلاء وأهالي هذه الناحية. وفي مستهل زيارة قام الوفد بالتفقد مشروع كهرباء قرية عادلو من خلال اللوحات الشمسية. ووقف الوفد على التقدم الذي تحقق فيها فيما يتعلق بإنجاز هذا المشروع الحيوي. وعقب ذلك قام الوفد بزيارة المشروع الريادي الذي لا يزال قيد الإنشاء، وذلك قبيل الاطلاع على تقدم المحرز بخصوص المشروع الخاص بمكافحة العطش. وفي الختام قام مندوب الإذاعة والتلفزيون برصد اندباعات المسؤولين المحليين وكذلك مسؤولين المكلفين بهذا المشروع. تحت الرعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة اختتم الاتحاد الوطني لتنس الطاولة أمس دورة تدريبية لصالح الفتيات. ونشدت هذه الدورة التدريبية التي استمرت لمدة أسبوع من قبل الخبيرتين الدوليتين، وهما الخبيرة في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أنيسة كارلو وخبيرة الجمعية بين سان فرانت السيدة كلو. وتندرج هذه الدورة في دار برنامج الترقية والتعسيس في مستوى لعبة التنس الطاولة للفتيات، كما تهدف إلى رفع مستوى قدرتهن في تنس الطاولة. هذا وشارك في اختتام هذه الدورة التدريبية لتنس الطاولة مدير رياضة تنس الطاولة من الأمانة الدولية السيدة أبشر ورئيس الاتحاد الوطني لتنس الطاولة سيد محمود عمر عمير، إضافة إلى خبيرتين. يعني مرة كمان يدربوهم عشان يطلعوا مستوى أعلى من كده، ونحن فرحانين ومبسوطين، وندعي للبلاد حقنا إن شاء الله كمان تكون بالتقدم والاستهار، وندعي للرئيس حقنا ربنا يطول بعمره ويسوي لنا كل خير. وفي مداخلة له رحب رئيس الاتحاد التنس الطاولة سيد محمود عمر عمير أولا بالمشاركين في هذه الدورة التي أقيمت لأول مرة في جمهورية جيبوتي لترقية ورفع مستوى الفتيات للتنس الطاولة. وقال يسرني كثيرا بحسن اختتام هذه الدورة التي أقيمت للفتيات، وانتهت هذه الدورة بفضل أمانة الدولة للشباب والرياضة وعلى رأسها أمين الدولة. وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى ترقية الفتيات في لعبة التنس الطاولة، ويجب تكثيف وأضاف أنه يجب تكثيف الجهود المتعلقة بلعبة التنس الطاولة وخاصة للفتيات. والهدف الرئيسي من هذه الدورة للتأهيل هو مواهب الشابات في هذه اللعبة وهي تنس الطاولة.
من الأخبار المحلية إلى الأخبار الدولية، حيث يبدأ اعتبارا من مساء يوم الاثنين حظر التجول بمدينة عدن وفق ما أعلنت عنه الحكومة اليمنية على خلفية اشتباكات شهدتها المدينة بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة وصفت بكونها خارجة عن القانون، فيما قتل عدد من عناصر جماعة الحوثي بمواجهات مع المقاومة الشعبية بمناطق متفرقة من البلاد. مزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي مع الزميل محمد حسن حرابة. أن لجنة الأمنية في محافظة العدن أقرت فضل حظر تجول يومي من 8 مساء إلى 5 صباحا، ويبدأ مساء اليوم الاثنين دون أن يحدد موعد رفع هذا الحظر. من جهته قال محافظ عدن اليمني العميد عيدروس إن مجموعات مسلحة هاجمت مبنى محافظة وأجزاء من ميناء عدن، وأن قوات الأمن تصدت من لمهاجمين وأجبرتهم على التراجع بعدما أصابت واعتقلت عدد منهم. وأكد نصار أنور أن مسلحين هم جماعات خارجة عن قانون، وقد تمكن السلطات الأمنية من فرض سيطرتها على بوابتين الشرقية والجنوبية لميناء عدن. وفي عدن أيضا قتل مسلحو مجهولون فجر اليوم الاثنين الشيخ علي عثمان إمام مسجد الجيلان قرب منزله بمدينة كريتر بالمحافظة. وتشهد عدن التي أعلنت حكومة اليمنية تحريرها من قبضة مسلحي جماعة الحوثي منتصف يوليو تموز ماضي عددا من الحوادث وتفجيرات واقتيالات، كان أهمها اقتيال محافظ السابق اللواء جعفر سعدة. وأخيرا، شنت مجموعة من المسلحين هجوما على قاعدة جوية هندية قرب الحدود مع باكستان وفق ما أعلنت المصادر الأمنية الهندية، مؤكدة مقتل المهاجمين الاثنين. مزيد من التفاصيل مع زميل محمد حسن كراب. أعلنت قوات الأمن الهندية أن مجموعة المسلحين هاجموا في وقت مبكر يوم السبت الماضي قاعدة الجوية الهندية الرئيسية بقرب من حدود مع باكستان، مضيفة أن 2 من المهاجمين قتلوا في هجوم يعتبر أخطر من هذا النوع في السنوات الأخيرة. وأفاد مسؤولون أمنيون أن 4 مسلحين على الأقل يعتقدوا أنهم ينتمون إلى جماعة الجيش التي تتخذ من باكستان قاعدة لها، ويرتدون بزيات عسكرية تسللوا إلى قاعدة بطنخيتة الجوية في ولاية بنجام شمال هند. وترتد هذه القاعدة الأهمية الاستراتيجية لأنها تضم 10 دائرات المقاتلة وتبعد حوالي 50 كيلومتر فقط عن حدود باكستانية. وعقد كبار مسؤولين الأمنيين بما فيه مستشار أمن القومي اجتماعا في نيودلهي لمناقشة داعيات الهجوم السبت كما ذكر وسائل الإعلام الهندية. ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على زيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى باكستان، وكانت أولى لرئيس الحكومة الهندي منذ 11 عاما. وقد يؤدي هذا الهجوم إلى توقف عملية السلام بين البلدين نوويين المتنافسين. بهذا النبأ سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.